ايش سبب انتشار المخدرات بين الشباب؟ صرنا نسمع بتهاون كبير جدا بين الشباب انا عندي حشيش. والله مشكلة بتبقى مشكلة تربية في الأول وفي الآخر يعني، ونشأة، ومشكلة إن الطفل نفسه من هو صغير بيتربى إن هو ما عندوش هوايات أخرى، وبيبدأ يحتك بأصدقاء سوء. وش كانت الطريقة اللي يعرض فيها عليك المخدرات؟ جرب معانا، غير جو، انبسط، تقعد مبسوط فرحان، تعال يسحبونك يستدرجونك بالكلام. أنت قد جربت الحشيش؟ لا الحمد لله، متوظف أنا عشان متوظف. لو ما انت متوظف بتجرب الحشيش؟ والله يمكن رفقاء السوء عادي، يعني ممكن رفيق السوء ياثر عليك ويجرك. طبيعي، الصاحب ساحب يعني. والله انا اشوف انه البطاله هي اللي خلت الدنيا كذا. كيف البطاله؟ هم اللي قاعدين يوزعون حشيش؟ لا البطاله يعني الفضاوه، خلاص الواحد فاضي يا راجل، يبي يجرب اي شيء، ما عنده شغله الا بيجرب. لمن فاتته الحلقه يمكنه مشاهدتها على تابع.